السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، معكم الأستاذ ناصري تاع إنجليزية، ومرحبا بكم في فيديو آخر معنا على القناة ناصري أونجلي. اليوم جيناكم فيديو مهم جدا اللي هو أسئلة النص. بزاف تلاميذ في شهادة البكالوريا في الإنجليزية ولا في المستويات كيجوزوا الامتحان تاع المستويات، وش يقولوا لي؟ يقولوا لي أستاذ عندنا مشكلة في أسئلة النص، أما أنا ما نفهمش النص، ولا انا ما نعرفش نجاوب على اسئله النص، ولا ما نفهمش المصطلحات في النصوص، ولا ما نقدرش نجاوب على صحيح ام خطا، ولا وشنو هما الاسئله. انا وش نقول لزيلاف؟ اول ايطاب تبداو به، اول ايطاب هي فهم تركيب تاع اسئله النص. اعرفوا باللي في شهاده البكالوريا ولا في امتحان المستويات التركيب ولا الهيكل تاع اسئله النص دائما يكون نفسه. يعني دوك انا وش راح ندير لك دوكا؟ حيطيح لك في البكالوريا ان شاء الله المقبل، ولا يطيح لك في امتحانات المستويات نفس الشيء. You have to understand the basics. You have to know what the questions are and you have to know the keys to these questions. تما لازم تعرف لا باز ويكون عندك ما وشنو هاد الاسئله اللي يطيحوا لي، باش كي تشوف الموضوع ان شاء الله في البكالوريا ولا في الامتحان راح تعقل الاسئله تاعك. غير تشوفهم ما توليش تجي مشوكي للامتحان وشنو هذا وشنو هذا، تولي تقول هدايا نعرف هذا السؤال مقبل، هذا نعرف كيش نريبوندي عليه، هذا دربت عليه عدة مرات في الفيديوهات ودربت عليه في المواضيع. لازم you have to practice and get used to them، يعني used to معني توالفهم. تما احنا وش حنديرو؟ حنفككوهم وحنشرح لك كل واحد من هذه الاسئله، وان شاء الله نزيدو نديرو فيهم فيديوهات تمارين باش نبراتيكيو على عده مواضيع. قلت لكم تلاميذ توائي في الاقسام ولا في اليوتيوب كامل نسحق العلامه بالموسيون ان شاء الله. اذا قبل ما نبدا ان شاء الله ماذا بينا تشاركوا معنا على القناه ناصري اونجلي، ويوصلكم الجديد ان شاء الله على انستغرام ناصري اونجلي ايضا. الاستفاده تاعكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، خاطش في الانستغرام نحط لكم لي ريزومي، نحط لكم تاع الوحدات تاعكم المصطلحات، تسمى ماذا بيا تكونوا اجور باش كي يوصل مارس ولا ماي ان شاء الله تكونوا خلاص تهنيتوا، تكونوا والفتوا وراكم والفين كلش، باش كي تروح البكالوريا ولا الامتحانات تقدر تكون مستعد للامتحان هذايا. تبعوا معايا الى اخر الفيديو دوكا نشرح لكم واش راح يطيح لكم في الاختبارات واش يطيح لكم في شهاده البكالوريا ولا في المستويات. اذا اليوم حنتكلموا على reading comprehension. reading comprehension هذه وشنو هي؟ الجزء تاع النص. reading comprehension هي في الصفحه الاولى بيان سور، وين يعطي لك النص وتحتها يعطي لك مجموعه من الاسئله. هذوك الاسئله you have to understand them، باش تريبوندي لازم تفهم على هذاك السؤال. تسمح احنا واش نديروا دوكا؟ نبداو نحضروا عليهم. في البكالوريا ولا في امتحان تاعكم، امتحان تاعكم اول حاجه تقابلك بعد النص هي لا سورس جايه من تحت، ومن بعد مور لا سورس ذا فيرست كويشن اللي حيسقسوها لك يعطي لك this text is. وش معناتها this text is؟ هذا النص يكون، هذه السؤال هذا تاع نوع النص. نوع النص هذا يا واحد الدرس نهضروا عليه اللي هو النمط والنوع. كيفاش يجي؟ يعطي لك expository, prescriptive, narrative, descriptive. هادو ما كامل يمدوهم لك في نوع النص، يقول لك خير لي A, B و C. على بالي بلي في اللغة العربية ولا في الفرنسية يعطوكم شغل لو تيب دو تكست A، ولا يعطي لك النمط، ماذا يكون نمط النص ولا ما هو نوع النص، ويخلي لك نقاطي. في البكالوريا يمد لك لو شوا بين A, B و C. هذا هو السؤال الاول، نوع ونمط النص. السؤال الثاني، ولا نأيمد لكم ويب سايت ارتكل والانواع الاخرى. النوع الثاني اللي عندنا في البكالوريا، السؤال الثاني تاع reading comprehension وشنو هو؟ يعطي لك تي اور اف. تي اور اف اللي هي ترو اور فولس. ترو اور فولس انتوما ملي كنتوا تجوزوا في الامتحانات بزاف تلاميذ قالوا لي استاذ انا ترو اور فولس ما نعرف نديرها زهر، انا ترو اور فولس ما نعرف نديرهم كامل ترو ولا ما نعرف نديرهم كامل فولس، وندعي ان شاء الله وحده فيهم طيح جوست. لا، هذا الامر هذا ما يمشيش. ديروا حسابكم ترو اور فولس كيما اي درس فيه الاسم قانون شيما اكزرسيس، لازم توالفوا هاد الامور. تسمى هادو ما تحلي 10 لي باك باش تولي تقدر تريبوندي ترو اور فولس. مور ترو اور فولس يقابلك اغلى اكزرسيس في البكالوريا. وعلاش قلت اغلى ماشي اهم؟ هاد الاكزرسيس واسمو answering questions.
answering questions هي الإجابة عن أسئلة النص. يعطي لك answering questions وانتهي لازم تعرف تجبد الأسئلة من النص. بزاف تلاميذ قالوا لي أستاذ ما نقدرش نفهم الأسئلة. بيانسير ما تقدرش. وعلاه؟ خاطش قبل هذا الدرس احنا قرأوا درس واحد اخر واسمه asking questions. قبل answering questions نقرأوا asking يعني كيفية طرح السؤال. كي تتعلم كيفية طرح السؤال موراها تولي تقدر تفهم الأسئلة تاعك تاع النص. كي تفهم الأسئلة تاع النص تولي تقدر تريبوندي عليهم. تما answering questions. وأخيرا ولا قبل الأخير answering questions تحتها مين داك. في بعض الأحيان في الامتحانات البكالوريا يجيك سؤال واسمه in which paragraph. سؤال مكتوب in which paragraph. في أي فقرة توجد المعلومة. في أي فقرة وش يدير يعطيك in which paragraph. الإجابة تاعك كيفاش حتكون؟ حتكون عبارة عن رقم الفقرة يعني paragraph number 1, paragraph number 2, paragraph number 3 ولا paragraph number 4. صديق مش حل من الفقرة يمدولكم. انتايا لازم تروح تستخرج معلومة. اللي قالها لك في أي فقرة توجد معلومة for example الفساد في البنك. Corruption in banks. زعما عطالك تكس على corruption. انت واش راح تدير؟ تحوس على الفقرة اللي فيها المعلومة هذه وتكتبها. نيميرو فقط. Paragraph number 1, 2 ولا 3. تكتب له رقم الفقرة. تلاميذ قبل ما يتعلموا يريبونديو لازم يعرف السؤال وش هو يطلب منهم. لازم يعرف السؤال وش هو يسقسيه يدير. تسمى حنايا انا شرحنا in which paragraph. واخيرا الدرس الاخير اللي يقدروا يمدوه لك هو درس اسمه underlined words. underlined words هدايا. underlined words هو الكلمات المسطرة في النص. الكلمات المسطرة في النص كيفاش تديرهم؟ كل درس من هذوما حندير لكم فيديو ان شاء الله عليه ونفككوه بابسط طريقة. انا البيت تاعي سيكولي لاف كي يدخل الفيديو تاعي ولا للقسم كي يجي خارج يكون ما كانش يعرف هذوما يولي يعرفهم كامل باركر. هذه هي لا ميثود اللي نقراو بها مع لي زيلاف. تسمى هادو underlined words هذوما يعطيك كلمة مسطرة في النص. انت واش لازم تدير؟ على من ولا على ماذا تعود ولا يعود الكلمات المسطرة في النص؟ ريماركيو مليح. For example هاد الاكزرسيس واش يدير؟ يعطيك جملة ويعطيك جملة موراها. To avoid repetition باش يفيتي تكرار يسطر لك على الكلمة اللي في الدوزيام فراز. انت لازم تخرج لي الموضوع اللي انا نهضروا عليه. عمر اكل التفاحة. انه يحب الفواكه. انه تولي على عمر. نفس الشيء في الانجليزية. تتابليك بنفس الميثود. هادو ما الدروس هادو. كيفاش تقدر تفهمهم؟ مور ما جبدل كيفاش تقدر تجيبهم صحاح في الامتحان؟ مور ما تفهمهم. هذا ما يكفيش باش تفهموا ما تسيبوا. لازم تبراتيكيهم في المواضيع. يعني تستف لي 10 البكالوريات وتبدا تحل حل 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 الى اخر بكالوريا. لازم ما تغلطيش فيهم باش تحبس. صح اكو تشوفوا هاد الدروس هادوما كامل. Text type of text, true or false, answering questions, in which paragraph, or underlined words. هادو ما كامل دروس متفرقة بين بعضها. ما عندها على حتى علاقة بدرس آخر. تسمى هذا درس وحده. هذا درس وحده. التلميذ وش يقول لي؟ يقول لي أستاذ كيفاش نريبوندي على أسئلة النص ما نفهمهمش؟ أفهم كل درس وحده ومن بعد بدأت براكتيكي كل درس وحده موراها باش نبداو نحلو البكالوريا على ضربة. You have to understand that you have to know each lesson individually ولا you have to practice on each lesson individually. After you understand them individually you can answer entire topics. هذا يصرا هكذا كيفاش نريبونديو على أسئلة النص. هذا كامل هو في reading comprehension. reading comprehension يطيح في البكالوريا عليه 7 نقاط. يعطي لك عليها 7 points. مينيموم لي زيلاف توعي ما يكون نيفو ضعيف كامل يقدر يدي 5.5-6 على 7 نقاط. لانها تلمو هاد الدروس بسيطه لي زيلاف ما يولوش يغلطوا فيهم وما يتعلموهم. وانا ماذا بيا نوفر لكم كامل المحتوى لي تحقوه باش تريبونديو على هادو ما ان شاء الله. الفيديوهات اللي قادمه ان شاء الله عن قريب راح تعاونكم في شهاده الامتحان البكالوريا وفي الامتحانات تاع الفصول تاعكم ومن في الامتحانات كي تجوزوا المستويات ايضا. الفائده تاعكم هي الصح. تسمى ماذا بيا تبذلوا مجهودات وديروا لي زيفور. نسقسيكم انا سؤال دوكا. السؤال تاعي هو في التعليقات دوكا اعطيني ترجمه تاع underlined words واعطيني ترجمه تاع answering questions. اكتب لي في التعليقات باش نشوف بلي كنت تسمع ليا وشكون انا نهضروا ونصحوا لكم. وباذن الله عن قريب تلاميذ التوعي لازم كامل يولوا يحلوا هاد الدروس. لازم تبراتيكي. يو هاف تو براكتس. هذا واش راني حايب منكم. ديروا لي زيفور ندير لي زيفور على جالكم.
بارك الله فيكم. وما تنسوش تعليقات ريبونديو لي على ترجمة answering questions و underlined words، ونلتقي إن شاء الله عن قريب في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم وبقى على خير.